سنشاهد هذا المقطع للبوطي وهو يتمنى أن يكون إصبعا من أصابع حسن نصر الله الذي يقتل بأصابعه إخواننا في سوريا. وقلتها بالأمس، قلت أتمنى أن أكون عند الله مساويا لإصبع حسن نصر الله. قلت أتمنى أن أكون عند الله مساويا لإصبع حسن نصر الله. که شعیر علی قادری است، ایشون خیلی تلاش کرد، یکی از اون افراد علمای بزرگ تقریبی دنیای اسلام و روم شیخ محمد رمضان البوطی بود رضوان الله علیه.